منتدى الإعلام العربي في نسخة 21 هاي السنة، ما شاء الله يعني 21 سنة ودائما من تطور إلى تطور، المشاركات جيدة ممتازة، الأوراق المطروحة ممتازة أيضا، نسبة الإقبال والمشاركة أيضا جيدة. نحن للأمانة نرتقي إن شاء الله إن هاي العام تكون يعني منتدى مختلف، الأوراق المطروحة تكون فيها مختلفة، النتائج تكون مختلفة، وأيضا نحن اليوم كإعلاميين أيضا نتمنى أن نتلمس هاي النتائج اللي راح تنعكس على جهود الإعلاميين سواء كان على المستوى الخليجي أو على المستوى العربي. متوقعين أيضا غدا يكون يوم حافل أيضا بعدد من ورش العمل، وأيضا مشاركات الإعلاميين تكون واضحة ولها رسائل هادفة تخدم الإعلام الخليجي وتخدم الإعلام العربي أيضا. كل الأمنيات والتوفيق إن شاء الله لهذا المنتدى في نسخته 21.